شكرا لكم على النقل الحقيقة كاملة فيما يخص المستجدات ديال طفل ريان اللي كيتبقى في عملية الحفر الحفرة الأفقية. هو حوالي جوج أمتار كنتمنوا من الله الأمور على خير كيف ما كنتمناو من صدفوا لا صخرة لا والو. كانت واحد الصخرة عطلتنا بزاف دوزنا فيها شي 4 ساعات. كاين 11 عامل تحت كنحاولوا نيفيتيو نجرف التربة لعملية الهدم والردم على هاد الناس هادو حفاظا على أرواحهم. كاين العمال دابا وصلوا تقريبا فاتوا وسط المسافة الفاصلة ما بين الثقب والحفرة حتى الثقب المائي تاهو مهدد بانهيار. يعني العملية كتم بحال الحيطة وحضر شديدين. الحالة الصحية ديال ريان الكاميرا راه كتبينو مستلقى على الجانب ديالو كتشوف لي الظهر ديالو صعيب تجزم فيها ولكن الأمل كبير وكبير جدا. سيارة إسعاف راه مرابدة بعين المكان إلى جانب طائرة هليكوبتر ستتدخل في اللحظة المناسبة بالنسبة للمدة الزمنية لا يمكن المتبقية لا يمكن الجزم فيها أخذا بعين الاعتبار المعطيات التقنية اللي قلت لكم ونوع التربة وحتى نوع الأصخر ولا الحجارة اللي غتصادف العمال. وشكرا على تفهمكم مجددا وأي راني هضرت في هذا الموضوع هذه النقطة وأي مستجد غيعطيكم على مدار الساعة كل ما قربت المسافة غتعطيكم باش تعرفوا فين دابا خصكم تعرفوا غير المسافة فين وصلت والأمور كما هي على حالها نفس المعطيات التقنية نفس الحالة الصحية نفس المعطيات لا يمكن الجزم فيها. راه كما قلت لك الاخت الكريمه راه الكاميرا مفيكسيا كتشوف الظهر ديالو هو مستقبل لا يمكن الجزم فيها بالمره. وتبارك الله عليكم كل ساعه غنطلع لكم نعطيكم مستجدات وتبارك الله عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.